اهل المطريه عملوا ايه؟ عملوا فيكم ايه؟ انا اصلا من المطريه اصلا انت من المطريه اوكي بقى لا عادي فجبت الرجاله بقى ايه اللي حصل؟ كواليس اليوم ده كانت عامله ازاي؟ دخلنا ولبسنا و لبستوا فين؟ احنا بصي محمد عنده مخزن عنده تحت البيت فاحنا اتجمعنا مثلا قبلها بثلاث ساعات اوكي فجبنا كل واحد الفت بتاعه كده ومحمد بقصناهم بقى في ساعتها قبلها بساعه اوكي اتحركنا وبيبقى معانا ستاند بنثبت عليه التليفون وبس ف والشارع كان يعني الناس في الشارع كانت لا كانت الناس عارفانا اصلا كانت الناس كانت عارفاك عشان هو صح؟ لا لا عشان ريسكي بويز ريسكي بويز فهم كانوا عايزين يقدموا الفيديو اصلا الناس عارفين ريسكي بويز واو لا بس احنا كنا بنسال على الطلعه الاولانيه بتاعت ريسكي بويز دي الناس تقبلتها ازاي في المناطق وفي الشوارع الناس كانت مستغربه بس مبسوطه من الموضوع الموضوع غريب بس الناس كانت حابه الموضوع يعني طب تعالوا نشوف فيديو المطريه بالكروبد جاكيتس ونرجع تاني لا ويا جماعه بتبقى بالدوشه دي وبالميوزك دي وبالناس دي ويعني لا الميوزك احنا بنركبها بعد كده يعني بس هي كان في ميوزك هناك ايه الفايب اللي بتعملوها في الشارع برضو ما هو الناس مش هتتجمع كده من غير مزيكا ومن غير لا هم الناس عشان اوريدي بقوا فاهمين احنا بنعمل ايه فبيجوا يستنوا يتفرجوا ويصوروا بس انا شايفه علامات الاستهلال على الوجوه ناس عم بيدونا افكار بيقولوا ما تيجي نعمل كذا طب ما نختار لنا المكان كمان اللي احنا نصور فيه اه احسن مثلا